عسلامة. عسلامة. بيس. الحمد لله. عسلامة مدام. عسلامة. خدموني رواحكم. أنا من ليبيا. أنت مواطن ليبي من ليبيا، مرحبا بك في تونس وتحية للأشقاء الليبيين. عايشك عايشك. أنا تونسية بنت بلادنا بالطبيعة. أكيد. شنو قربوا لبعضكم؟ نحن أولاد عم وأخوات في نفس الوقت. أولاد عم، فسروا لي. أولاد عم، أنا ولد عم. ولد عم. بحذايا. ونجيلي تونسية. أبوك ليبي وأمك تونسية. هذا حبيت علاش قلت لك خويا. امك تونسيه وبوك ليبي، كيفاش العلاقه ما بيناتهم؟ كيفاش تكون العلاقه ما بين تونسيه والليبي؟ عادي، علاقه مليحه. اي علاقه مليحه جدا. عادي، وديما يجي وديما يزوروا تونس ويحبوا تونس ويحبوا ريحه بلادهم. انت تونسي ليبي، ما تتسميش ليبي بركه. تعجبني انا تونس، نجي هنا سياحه. ميلونج قوي معناها، فهمت؟ اي عادي. وانت تمشي ليبيا ولا؟ لا الحق نزلت. اما ليه ما تمشيش ليبيا؟ شو علاش لا؟ نتمنى نحب نمشي بالرسمي نشوف خواتي الاخرين اللي غادي. احنا عندي خوات وعند عمك، تعرفهم؟ لا معناها هما راه. اما انا نحب، هما ديما يدعوني زياره ليبيا، نحب نمشي معناها. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الزياره في اقرب وقت، علاش لا؟ ان شاء الله ان شاء الله. بما انك انت تونسي ليبي، معناها نجم نسالك، اما خير تونس ولا ليبيا؟ لا راحتك وين؟ مش معناها عيشة في ليبيا، راحتي نفسية في تونس. ترمو رايك، أما الراحة وين؟ فهمت؟ أنا مستريح في تونس أكثر من ليبيا. علاش؟ فماش في حاجات هنا خير من ليبيا، كراحة بال وك حتى ليبيا حلوة برشا. حلوة ليبيا بطبيعة، بلادي هذيك عشان. لكن احنا هنا مستريح في تونس برشا، خير من ليبيا. شنو هو الحاجة اللي تخليك مرتاح في تونس؟ كلها تونس حلوه، كلها من اي بلاصه تمشي لها هي تونس حلو. قصدي تعيش فيها كزوالي كمزوالي. متناول للجميع. اي بالضبط. وين هزيتو؟ وين حوست بيه؟ والله الاكثريه لهنا وسط العاصمه، مشي مع ولاد عمي الاخرين، زاد هزوا سيدي بوسعيد، هزوا مناطق السياحيه نتاعنا معروف تونس. ولا خرجتوا للولايات؟ لا حد هنا تونس. لا لازمك تخرج الولايات. جايه ثاني علاش لا؟ نهزوه وين يحب هو بحول الله. الولايات شنو تعرف في تونس؟ لا ما زرتش الولايات. اما يعرف انه ديما يجي لتونس. والله عيب عليكم. نمشي يجي زو. هما جاوا زياره معناها خفيفه كما نقولوا نحن، هي مستشفى فهمنا العلاج. العلاج فوالا. اما تويك الحمد لله بدا يدور شويه ويتحرك وكذا، الحمد لله وكهو بلي نقدروا نحن حتى في وسط العاصمه عندنا وين ندوروا. اكيد اكيد عندنا برشا بلايص في تونس. هما خير من الدنيا وما فيها. خاملين نطلع نحوس واحد، شفت ليهم هما توحشهم. اي كيف عاد بالطبيعه عادي. بدنا نتوحشوهم برشا ونستنوا وقت يجونا وكذا، خاطر بالرسمي الخرجه معاهم هما بعاد اون بلوس، ماهمش كالقراب هكا. الجايه نتاعكم عزيزه. عزيزه فوالا، وجيتهم بالرسمي واحد يتفرهد فيها معاهم الحق نتاع ربي. ويهونوا ويدوروا ويحبوا تونس، تحسي فيهم الحب لتونس. كل العيلة كاملة الحق. ونحن بالنسبة نحن لتونس حاجة أمان بالنسبة لنا، عادي عاد دوري ما عندك حتى حاجة معناها اللي تخلقك وكذا لاباس. أنت بوك ليبي ولا أمك؟ تونسية. تونسية. لا دخلتوني بعدي. لا لا يقربوا لبعضهم، راهو ريتي بين بابا وبوهم وولاد العم، فهمت؟ إيه عادي. سيسوني شوية. سينون العلاج في تونس معناها شنو تقييمك للمجال الصحي في تونس؟ ايه تونس علاجها مليح اصلا كل. مرحبا بكم هوني في تونس، احنا نعالجوا بعلاج. قاموا بالواجب. الحمد لله. ايه هذا علاج احنا اكثريتنا نجوا هنا لتونس علاج، ان علاجه ممتاز 100%، ما عندناش احنا زي علاج. هيك فرصه للسياحه بيان سور. نحن نشكر الدكتور بن ساسي بصراحه، عنده خدمات طبيه 100%. يرحم والديك. دكتور سياسي هذا. ايه دكتور ممتاز 100%. سينو اول مش اول معناها مش اول مره تجي لتونس، قداش من مره جيت؟ جيت من 2017 وانا نجي لتونس. ومستريح فيها تونس، كان نلقى ناخذ دار بجنب نعيش هنا. اي علاش ليه؟ لكن ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. سينو كيفاش علاقه ولد العم بنت عمته؟ انا نقول لك خويا اكثر من كلمه الخو، معناها العلاقه هكية. علاقتنا علاقه طيبه ببعضنا، علاقه الناس الكل نحبوا بعضنا بقلب كبير، فهمت؟ والحمد لله. ما تعرف توا ولات فما
عرفت العبيد ولات ما عادش تمشي وتجي على بعضها، فما علاقه متوتره ما بين ربيك الوالدين، فهمت هي المشكله من الكبار. لا 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 الحمد لله، نحن والدينا مربينا على ست الرحم وعندنا علاقه طيبه ببعضنا، وكما كيفاش يقولوها اللحمه نتاع الوالد زلتوا محافظين عليها والحمد لله. نورمال ما تعرف معناها برشا الحمد شكل صايرة، نفرحوا كي نشوفوا هكا ولاد عم بعضهم. الحمد لله لا ثم سيرة الرحم قوية برشا في العائلتين بين ليبيا وتونس. ساعات تلقى ولد عم ما يعرفش بنت عمته، فما ما تعرفش عمها. لا 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 احنا الحاجة الباهية في عائلتنا المقربة اللي يقربوا في الصغار بالاخص في الجيل نتاعنا باش يعرفوا ببعضهم، معناها زعما هذاك اللي لازم يصير. تو الكبار كي تخزر لك ما بين بوه وبابا يعرفوا العائلات الكبار الكل، نحنا تو يلزمنا نعملوا خطوه نعرفوا بعضنا باش ما تعرف العلاقات وواحد الكل، واحد باش ما يكونش مثلا يعمل علاقه مع خوه اكيد اكيد هكا عليه. والحمد لله نحنا والدينا قايمين بالواجب هذايا والحمد لله. شو تحب تقول للعبيد اللي ماهيش قاعده تزور في بعضها وتخليت على صله الرحم؟ هذه الجميع خاطر صله الرحم وصي عليها ربي سبحانه وتعالى، وان شاء الله ربي موجوده في ليبيا ولا مش موجوده؟ فما شويه مشاكل بين العائلات ولا؟ فما مشاكل وما تمشي هذه في مشاكل بين العائله، لكن احنا كثير نمشي لعمامي نمشي لاخواننا، قصدي حاجه مهمه هذه في الحياه. حتى الجار كما يقولوا فيها الجار جار رحمه، والرسول موصي على الجار. فيما الجار اقرب من خوك البعيد، فهمت؟ جارك القريب اقرب من خوك البعيد. ست الرحم راهي تتربى فينا كيما نتربيو نحن صغار، فهمت؟ كيما نحن تتربى فينا تمشي معانا في الدم كما نقولوها، فهمت؟ كيما يربيك والديك انت تعيش وتواصل على الرساله اللي قدمها لك بوك وانت صغير، فهمت؟ هذه هي. سينو شنو الحاجات اللي في تونس ماهيش كيما في ليبيا؟ من لما ناحيه ده. كل شيء عادات تقاليد حاجات نشبه فيها انا حاجه قدره الشرائيه مثلا نحكي انا الشرائيه مشكلتنا في الزيت والسكر، هذه وفروا الزيت والسكر وما يسالش الباقي ما يسالش يا بركه، خاطر بالرسمي ثم عندنا كما نقولوا فيه الوالدين يحبوا السكر يحبوا مثلا في ذوما الزوز لازمهم يكونوا موجودين في الدار، اي حاجه اساسيه. وتنجم تطيب من غير زيت؟ نجمش. والقاروره الزيت اللي انتم تحكوا عليها نتاع الزيت المدعم اهم من الزيت الاخر بطبيعه الحال، خاطر زيت المدعم نجمو نحن كل يوم نستعملوه ونجمو نشريوه، فهمت؟ حتى الاخر مفقود. مفقود اي فوالا، انت قلتها صحفي، انت قلتها الزيت الاخر مفقود. اسمعني الزيت الاخر 7500 لتر، شكون باش ينجم يشريها المواطن عادي؟ المشكله عرفت العبيد طيب ياسر بالزيت، اما نحكي ومعناه بالرسمي المواطن العادي الزوالي على الاخر ما نجمش يشري ايترا ب 7000 حقيقه، بينما ايترا بدينار نجم يشري، هذا هو المطلوب ما اكثرش. ميرسي بوكو، نخلي لكم كلمه الختام. ومرحبا بهم في تونس. مرحبا بك مره اخرى. تونس بلاد حب وبلاد امان الحمد لله. ليبيا الثانيه راه الحمد لله وخيام في النهايه ماناش بعد. ميرسي لك انت خاطر بفضلك يا عايشه. ميرسي.